صباحو صباحو، عم بحب ابني كاتبت لي هذا صمون او خبز ما جيش، حبيت اعقش شي قدامك. اي جيش هذا؟ بس هو انتو لما تشترون التوست جاهز حيحطلكم لكم اياه باكياس، مثلا 10 ايام تقريبا، فتشوفوه مرطب بس ما شايفي اول ما يطلع من الافران. يعني اول ما يطلع من الافران يكون دائما هيك يعني مقسم، بعدين يرطب طبيعي اي صمون بالحياة. ف حبيت اصور لها يعني، وبس والله ماكو اطيب من هذا الخبز ما الجيش. اوكي، وهذا بعدين لازم هم يتحمص يصير ألذ. حبيت اشوفكم الفقاعات ما شاء الله، وعد إيه راح نصوركم اياه ان شاء الله. شوفوا مقطعه هيك، طبعا هاي سكين خاصه مال صمون، يعني لازم تشترون هيك سكين. تشوفون ما شاء الله، شايفين الجمال؟ طعمه كلش طيب وريحته من البيت، حتى من ينقص مستوى مطاعم يعني من الفرن، بس ريحته تجنن، كلش 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 لذيذ. وبس حبيت اشوفكم النتيجة. اليوم الوجبة حنينة صراحة، زمان ما مسوي هاي التبسي مع باذنجان بالدجاج، كلش أحبه، أحبه بالكفتة وأحبه بالدجاج، بس أكثر شيء يسر قلبي بالدجاج صراحة. فهنا أنا عندي تبسي باذنجان ويا البصل والأشياء، وهم شي فوقه البقدونس، نار طعمه معاهم. حبيت أسوي البوتبوتيتش يعني مكعبات صغيرة، والبصل اسمعوا الجمال. اوكي، وانا عندي رز، سوري، انا عندي رز وحكاكي، وانا عندي لبن. وبس والله تعالوا نجرب يلا، خيلت عيني على هذه الكائنه. فاولا ناخذ هذه البصل المقرمشه وحلقه الزوم. يا ويلي باع الباذنجان شلون ذايبه. لو حبايبي شلونكم، يا ربي زينين. تسألوني عن الحمرة، وصراحة ذاك الفيديو بنسألتني ونسيت، هسه أنا حطيتها وخلصت ونسيت جد أقولكم شلون سويتها. إن شاء الله منوحة ثاني مرة أتذكر. مهم لما يشوفون ضحك عندها طاقة، يعني شنو يعني جو كيوت ولذيذ، يعني باعوا لا حارة ولا باردة، يعني وسط. مهم فقلت نسوي لنا عصرونية. عصرونية عبارة عن 3 أشياء بسيطة، أولا توست، ثانيا زبدة أو الزبدة، ثالثا قرفة، بعد شي واحد نسيتها، رابعا والأهم سكر. نخلطهم القرفة والسكر والزبدة ونجيب التوست نحطها عليهم ونجي نسبحهم ونشوحهم بالمقلاة. يا الله ايش قد طيبة جد، يعني اذا انتم عاجبين شي مجنون، اذا عندكم فوقها ايس كريم، اذا عندكم فوقها كريمة، اذا عندكم فوقها اشياء تحبون تحطوها، فواكه، عسل، تريدون حلاوة زيادة، والشمس طلعت والعصافير صارت مخابص الدنيا، فهيج يعني. بس سؤال انا هي ليش هالقصيرة بيضة؟ جد الغالين اني الشمس بالشتاء يعني بالصيف عفوا ما اخذت منها هواي اشياء، بس صايرة كلش بيضة. أرد شوية أصل هنا حنطية هيجي الحواف هيجي بس هيجي شوي. أوين ف شفت أكثر شي أكره بحياتي القرفة، صرت أكثر شي أحبه بحياتي القرفة. شلون مين؟ بس بعدني أكرهها بالشاي، يعني احبها باشياء بس اكرهها بالشاي، فهمتوا قصدي؟ طلعت الشموسات. اي باعوا، بس ضفت هسه شوي عليها شغله، شوفوا الزبده دا اذوبها.
هسه احط القرفة، ضفت عليها يا بنتي يابا فانيلا. عمود شنو تصير مميتة وياها كوب شاي في الثقة؟ اقتلها وياها كوب شاي قهوة، صايرة مو صديقتي، تركتها لين تأذي قلبي صراحة، سويت لي اضطراب بالقلب كلش قوي فكلش أذيت، فتركتها صار زمان. فتذوبون هيج وتماسكون مع بعض، وراها نحط القرفة، بس قرفة مو هواي، شوي وبس والله. اشوفكم شي كيوت. واحد، اثنين، ثلاثة، باعوا بناتي صاروا كبار. يوم ابوسهم جد والله يحس بيكم الزرع. شوفوا هذا القوري او الابريق هنا شوفوا انكسر عندي الفيلم، فصراحة كل ما غسلت اذى وانجرح، هو زجاج. فقلت يا بنتي يا ضحى ليش ما تحطين بيه زرعاية هم تتنفس اكثر. بعد الاوراق شلون صارت كبار، عاشت بالماي، حتركها بالماي. يعني عندي حجمها الكبرى كلها يعني بالتربة، فهذه حتبقى بالماي اوكي. وطلعوا اختها صغيرة بس بعدها كلش باعوا الجذور، كلش عجبوني. خذوا لي صورة تزوليها على انستغرام، والله الميدز دا اشوفكم، دا اشوف انا دا اشوف. مهم جدا وجودك في تفاصيلي، عملت تسريحة معاكم، مو تسريحة، شلت شعري. تشوفون اذا تحبون تحطون التوست شنو يصح، ولا بالحليب اذا تحبون ويا بيض، صير فرنش توست ذاك. بس يعني اذا بس بالحليب انا افضل يعني بدون بيض، لان كل ناس تحسس. تشوفون شلون بدت اسوي الطبق صار جاهز. زي ما وقع تشوفون الجمال، خلي اشوفكم وحده بس، حار جد بعد كل حار.
الله الريحة عالم آخر. تعالوا نصب شاي. راح أقعد أكل وبعدها شوية أدرس وبعدها أقعد أخلص حياكة. نزلت لكم الكاميرا ليش حتى تشوفون الجمال. أوكي تعالوا نجرب واحدة. صراحة تجنن الريحة، تصير هيك مقرمشة. القرمشة تعتمد عليكم، يعني تقدرون انتو تتحكمون بيها، بس احنا نحبها كلش كلش مقرمشة، حسب ما تحبون. غاليين طبعا قصد اشياء واكل وكل شيء حياكه. فهسه بعد ارسم. اوكي حطيت ببالي تحديات ارسمهم اليوم وان شاء الله اقدر اسويهم. اشوفكم اليوم راح ارسم بهذا الدفتر. شكد احب هذا الدفتر اموت عليه. يصير الورقه مالته هيك سمرة. اوكي عندي بي كم رسمة، شوفوا كلش احبهم. في اليوم حيكون التحدي بي. حفظت اشياء على بينترست، اني اتمرن على بينترست، بس شقد اتمرن على الرسومات بس ولا مرة رسمة طلعت نفسها بالضبط. يعني عادة الرسومات تطلع شوي مختلفة بصراحة، يعني لانه اني ما اعرف من ارسم الاشياء ارسمها حسب ما اني احب، ما ارسمها حسب ما اشوفها، يعني ارسمها من الزوايا اللي اني احبها والشغلات اللي احبها. فنشوف اليوم ايش حيطلع وياي. ايش كاتبة ضحانة؟ يوم 28. اوكي بس شنو هاي؟ عفوا ضحى عفوا. مهم اشوفكم التحدي اللي حسويه. اذا انتم عاجبكم تسوون يا تحدي اكتبوا لي او سووا مثلي، حاط لكم الصوره وين الارت. اوكي حطيتهم طبعا بحافظات. اوف رسمه مميته، رسمه مخيفه. طبعا حملت الصوره، نروح على الاستديو واشوفكم، احط لكم اياها هنا اني، بس ما اعرف راح اجيب العيد، خاله العيد، ابن عم العيد، العيد كله. صعبة 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 حد الموت. شو راح اسوي؟ ما اعرف، راح اتحدى نفسي صراحة. اول مرة ارسم هيك رسمة توقعون اقدر؟ جد ما اعرف اذا اقدر او لا، خلينا نشوف. شوف اكثر شيء تقدرون تتحدون نفسكم بي انه انتو ما تخافون. ما اخاف، هسه هاي الرسمة كما حتطلع، يمكن حتطلع بشعة، يمكن حتطلع مو حلوة، حجازف بيها باكثر دفتر احبه بحياتي. هذا الدفتر ما استخدمه قبل سنتين، اشتريته من مدام كوكو، كلش عزيز علي. فليش اخترته بالذات؟ لانه اعرف نفسي هذا دفتر عزيز، يعني انطي كل ما عندك، ما يصير ورقة واحدة تخرب، لان عزيز علي. ف اهم شي نشيل الخوف ونرسم، شنو يطلع خلي يطلع وبس. التقان وياكم بعد الرسم. اوكي بديت بالعيون، دحس جد تشبهها شوي يعني، بس انا اصلا ما اريد شي يشبه شي. طبعا هواي حصل اخطاء وبعدين اعدل، بس اني اريد بس ولو شوي اجيب يعني تصميم او شي بسيط يعني من الرسمة. اكو ناس طبعا دائما يقولون هاي شنو هاي نقل، هذا مو نقل. النقل انه تحطون ورقة هنا وتطبعوه، هذا اسمه طبع يعني ونقل. بس انتو هنا تشوفون مثل اي شيء، يعني مثلا تشوفون هذه الوردة مثلا،
تحطوها وترسمون نفس شكلها حتى تشوفوها كصورة أو طبيعة. فهذا اسمه يعني تدريب، ترسمون أشياء وتختبرون نفسكم هل تقدرون ترسمون نفس المستوى الواصل به هذا الرسام. وبس ببساطة يعني، أما النقل والطبع فذاك يختلف، تحطون ورقة وتطبعوها نفس الرسمة، بس هنا تترسمون أنتو بيديكم، فكلش متعبة لأن أنتو يجوز مستواكم وتدريبكم يختلف عن الإنسان الثاني الراسم ذيك الرسمة، فهمتوا قصدي؟ فأطوا الإذن الطرشة لأشخاص اللي يقولكم نقل وما أعرف شنو، لا تطهم أي أهمية. زين، فحبيت أحكي بهذا الموضوع لأن هواي اسمع رسامين يقولون ضحى، يقولون ننقل ضحى، يقولون ما أعرف شنو. لا تسمعون، ارسموا ابدعوا، ما يخصكم بغير ناس. أوكي، طبعا شغلت الإضاءة البيضاء لأنه هذا الدفتر يعني يعكس عليه الإضاءة الصفراء وأذى عيوني، ولبست شيء مريح بجام كلش مريحة وكيوت وخفيفة. طبعا هاي مال النوم يعني، البسها بس لما انام، بس لانه اريد ارسم واخذ راحتي فقررت انه البسها هسه يعني قبل ما انام. شفتوا شغلة ميوزك بس عمود الحقوق، واذا تريدون يعني الشاشة ما تاخذ وتتعب تطفون الاضاءة مال الشاشة ويظل بس الصوت. انتوا يعني ترسمون عمات بقى، واذا عاجبكم يعني عاد عرفوه كمل وارجع لكم اشوفكم النتائج. هسه بديت شوي شوي بالتفاصيل، بس والله بعوي ما تشبه هذا تشوفون، لانه كل انسان حيرسم نفس الشيء اللي هو يعني بايده بالشيء اللي شايفه. ف نشوف ايش راح يطلع وياي، يا رب يطلع شيء حلو. التقي فيما بعد. هالمرحلة طبعا الأصابع يمكن يراد أطولهم أكثر لأن أنا سويتهم صغار، بس كشي مبدئي جيد، وبعد كده كوا عليه تعديلات، خلينا نشوف النتيجة.